اليوم راح علق على فيديو رولا يموت. خلينا نبلش بسعيد أوسكار، بروبلي آخر فيديو كليب لإله من وراء هالنجاح الفني. هيدا أول مشهد لرولا عم بتجرب تسبح، مقطوش المشهد ببلاك سكرين، وبنرجع على رولا. كل شيء مبين بالفيديو هو جسمها لأنه هيدا هو المهم، شكلها عم تغرق وعم تطلب مساعدة من حدا يكبلها البوة. هيدا البيت ورولا عم تتفركش، كانت على الدرج رايحة تفتح الباب، لا ما حدا ابدا، شكلها هي ظاهرة رايحة صوب سيارتها ملفوفة كادو، مدري لوين رايحة ومدري شو عم تطلع، بركي رايحة على السوبر ماركت. بس لا، قررت تغير وتلبس مايو سترينج تاي اوت تتعمل غطة بالبيسين، بس شكلها قررت تتردع ببروني او تمسك المفتاح البي، لانه بالزمانات بين هيدا كل شيء علي. سوري بطلت اقدر ركز هون، هي على البور رايحة الميك اب تبعها، بس انتم ما لاحظتوا لانه مركزين على غير شيء. هون قررت تعمل بلانش لانه تعبت، كل شيء مهديها هو صدرة. وهول الكويت اللي عملتهم عشارة ذكروني بسبايس جيرلز، بس هي مفكرة حالة سبايس جيرل العرب. أجان منرجع للمشهد يلي مرة عن بالنا لحتى نضل مهيجين طول الفيديو. رجعنا على بيتها وين حب المخرج هون يصور لنا اوفر فيو على بيت الدعارة يلي هي موجودة فيه، وأكيد السيارة الملفوفة كادو، وبعدها عم ترقص حدا مثل الهبيلة. نرجع مننتقل على البول لحتى تفرجينا تيزا از ريمايندر، لانه بينها وبين حالها عارفه انه صوتها ما بيسوى شيء، لازم تذكر الجماهير انه الفن بالطياز وبالبزاز. رجعنا للسرميه العتيقه اللي حملتها بايدها وعم تفتح كادويات، بس انطروا هيدا مش حيلا كادو، هيدا ديبلوما اوف ماسترز ديجري ان لافينج. ورجعت لهبلتها تطبق مع المفتاح وتفتح الهدايا تبع كريسمس على البحر بالصيفيه. وهون بعدها عم بتنازع لتفتح الهدية تبعها. هيدا مشهد البالكون، هيدا مشهد الكويت، الدك فيس، رجعوا حطوها بالبول. وهون قرروا انه بدنا نحطها بممر ضيق، بس لحظة قبل ما تنزل على الممر الضيق بدك تمسكي السكربينة اجين حتى تكوني اسطل من هيك، بس رجع انزلي على المي. بس تعرفي شو هالمرة بدك ترجعي تعمليها للسكربينة، بس بدك تهزي براسك مثل بوليوود انت وطالع من المي ناف تشوبا تشوبس، والبوزيشن مفتوحة ابدا. وهون مرسي لانه فرجيتونا انه اسمك رولا. هون قررت تروح على الشغل تقبض حياتها جديا، بس لا، قالت انا رح ارجع البس المايو، بدي ارجع اكون مثل ما كنت باول الفيديو، حياتي ما فيها تمشي هيك. بتعرفوا شو كل شيء بدنا نقوله من بعد هالفيديو؟ انه وقف شعر بدني، العمى على هيك فيديو، العمى على هيك مخرج، العمى على هيك فكره، وانا فالل.